انا مش عايشه في امان هنا، انا مش عم انام، انا هنا مش عايشه في امان، ولا ولاد عايشين في امان، ولاد مهددين برضه، ولاد مش ما يقدر يطلعوا بره البيت علشان يقضوا مصلحه منهم من التهديد، واللي يقول لهم طلناها نقطع وطلناهم نموتهم، هيموتونا احنا عملنا لهم ايه يعني؟ ما عملنا لهمش حاجه خالص. انا واثقه من جوزي ان هو ما يعملش حاجه غلط، هما كل المشكله ان اتغاظوا مننا لما لقونا فالحين وناشحين، لكن انا لو اعرف جوزي ماشي ماشي وحش انا ما كنتش قعدت معاه ساعه واحده، واحنا دينا ما يسمعلناش بالوحش، وكانوا داخلين كل البيوت ما حد ثبت عليهم حاجه وحشه، وجوزي ما يعملش وحش وما يفكرش في كده، وكنا عم نروح نصلي ونروح الكنايس ما نفكرش ان هو يعمل حاجه وحشه، وهو ما يعملش وحش، كيف يعمل وحش وهو معاه مره؟ واولادنا لما كانوا طالعين ناجحين واتكلوا على درعتهم اتكادوا منهم يطلعونا بيه من البلد، لما احنا نافعين وفالحين عنهم وناجحين يطلعونا بيه من البلد، عايزين يطلعونا من البلد يطلعونا بيه، لفقونا التهمة دينا 9 أشهر سايبين بيتنا كان ولا 8، ومهددين في حياتنا ومهددين في قعادنا وفي النوم في الليل لعم ننام ولا ننعس زي الناس، صدقني صدقني مع ما نام، صدقني مع ما نعس من الهلوسه من اللي شفته، انا مش في يعني اللي انا شفته ما همش خيالي لحظه، البهدله اللي عملها لي وعملها فينا مش فايته خيالي ده لحظه، في الليل وانا نايمه عم يجيني اللي انا شفته يعني كده ما يرضيش ربنا.